مرحبا بكم في قناتي ليدي سمارة تونسية ونص. اليوم حبيت نعمل معاكم وصفة غلق المسام بطريقة سهلة برشا وبطريقة مكوناتها موجودة الكل عندكم في الدار إن شاء الله تكون موجودة. تابعوا معايا باقي الفيديو باش تعرفوا الطريقة. ما تنسوش باش تعملوا جيم على الفيديو إذا حبيتوا. كيف كيف البنات أنا نحبكم من قلبي من داخل ومن هنا الغادي كنعطيكم بوسة كبيرة قد الدنيا. أول مكون نحتاجوه اللي هو المكون الضروري هو اللبان المر. البنات عنا في تونس اسمه اللبان المر. ثاني مكون ضروري بنات معانا هو ماء الورد. بالنسبة لي أنا هذا ماء الورد قطرته وحدي في الدار أو استخرجته وحدي في الدار. إذا حابين نوريكم كيفاش استخرجته نجموا تخليوا لي كومنتس تحت الفيديو. إلا وإذا البنات خذوا ماء الورد من السوق عادي، لكن إذا يكون طبيعي يكون أحسن برش. القطن الطبيعي البنات القطن المدور أو كوتون ديسك هذاك كما تشوفوا فيه. ناخذوا وعاء بهذا الحجم، ما نعرفش قداش يعمل، يمكن لتر الا ربع او لتر كامل حاجه هكايا. المهم بهذا الحجم البنات العين هي الميزان لهنا، ونحطوا ماء الورد بمقدار نصف الوعاء او اكثر قليلا من نصف الوعاء، ونضيفوا عليه من 4 إلى 5 ملاعق لبان ذكر، ملاعق كبيره معناتها ملعقه الطاوله اللي ناكلوا بها هذيك البنات، ونحطوا اللبان في وسط ماء الورد، ومن بعد يحفظ في الثلاجة من 4 إلى 5 أيام، مترج يوميا صباحا ومساء بالطريقة هذيك. في الصباح ترجوا وفي الليل ترجع ترجوا مرة أخرى ما تنساش، وبعد نجم تخرجوا من الفريجيدير أو من الثلاجة وتستعملوا. يحفظ دائما في الثلاجة ويقعد معكم وقت طويل البنات، نجم يقعد معكم من 6-7 شهور فما فوق، لذلك أعملوا كمية محترمة. لما نستعملوا الوصفه البنات نرجوها ديما كي نخرجوها من الثلاجه نرجوها، ومن بعد ناخذوا المقدار هكايا ملعقه اكل ونحطوا عليه قطنه ونخليه حتى لين القطنه تتشرب البرودكت الكل. ما نحطوش القطنه طول في المنتوج، ومن بعد ناخذوا القطنه هكايا ونحطوا على مكان المناطق اللي فيها مسام مفتوحه بعد غسل البشره مباشره. باي باي.